<applause> هادي اللي كان هذا ديال اللي كان جا عنده في حالة انتصاب دي ديال خمس ايام حيت كان تعطل شي شويه و وكانت وفاش جا كان شي معطل درنا عمليه حيت كان عنده حريق بزاف وخصنا ضروري آه ضد الساعه باش مي... الذاكر ديالو ما يقدرش يمشي ويتعفن ودارت لي عمليه ومن لاحظنا حسب التشخيص ديالنا وشفنا تحاليل وكل شيء لقينا ان السيد تسولنا ان هذه مده جوج سنوات وكان عنده كيوقع كي له هذا الشيء كل ليله انتصاب كيبقى بزاف كيتعطل لانه ولكن ما كانش دار الانتباه ديالو وهاد المره ما بقاش بغى الذكر ديالو يرجع للتاينيسيال ديالو وفات عليه حال بزاف هي فاش اضطر يجي المستشفى ويحاول باش يدير العمليه يفدر العمليه الحمد لله وكل شيء داز حسب ما يرام ودابا عطينا أدوية باش الدم ديالو ما يبقاش الدم ديالو شوية واحد النوع ديال الخلايا لي بلاكيت كيتسموا لي كانوا بالنسبة طالعة بزاف بزاف كيقدر هذا يد... كي الدم كيولي كي ثقيل وفي حالة الانتصاب ديال واحد كيقدر الدم ما يبقاش يعاود يرجع وكيدير كيتكبد كي كما وقع هذا السيد هذا الحالة ديالو هي نورمالمون انتصاب ما كيفوتش هذيك نص ساعه ساعه زعما نص ساعه كاع في حال الانتصاب حيت ما كنشوفوا حنا حسب هذاك الدروس والعلم انه حنا واخا كنكون ناعسين الانسان كيكون ناعس في الليل راه كيدير الدكار كيوقف اربع المرات في الليل تقريبا كيبقى في 20 دقيقه كيوقف وكيمشي كنقولوا حنا واحد النوم عميق هذي كان كرب يعطيها لنا كتكون كبحال الترويد نقولوا كتوقع عاد في الصباح الانسان كيضرو في الصباح بكري مرات كيقدر يلقى راسو في واحد الانتصاب كيتصادف معها اذا هذه القضيه ما, ما كتفوتش 20 دقيقه تقريبا الماكسيموم ديالها فهمتي يعني الا دونك ومن كتولي الانسان في حياته ساعه اذا كيكون بعد الخطر هاد الايام كنكونوا بهاد الادويه اللي كياخذوهم كي الناس شي حاجه كتطول الامور دي فوا كيوقف كيوقع مشكل ديال التشنج كيوقع هاد الشيء ولكن غالبا زعما الماكسيموم كتكون 20 دقيقه حيت الطب والعلم كان درس لقى هادشي كيكون تقريبا 20 دقيقه، هذه زعما كنقول لك في حاله ديال زعما مي ما غالبا ماشي الانسان كيبقى ساعتين ثلاثه اربعه شي حاجه ماشي عاديه، خصو يفكر انه كاين مشكل سواء عنده علاقه ماشي امراض تكون فيه ما يعرفهاش غالبا امراض ديال الدم وكاين بعد هذاك بيان سور كاين بعد الادويه بعد كيبقى هادشي بعد اعشاب اللي خدم انسان ولكن هذا كيكون لو كونتكست باين انسان كيقولهم ما كيخبيهاش باش كيجي بها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي